مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. الفيديو مات اليوم عن السناب شات، وبالتحديد كيف راح تحذف أو تزيل أي صديق من الأصدقاء في السناب شات. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك الفيديو. في البداية طبعا طريقة الحذف جدا سهلة، خلينا ندخل من داخل السناب أشرح. حتى نعمل حذف وإزالة أي صديق في السناب شات راح ندخل على السناب، هذا حسابي KJLD 123525. بعد أدخل على المحادثات بيني وبين أي شخص، أدخل على هذا حسابي الثاني. حتى أحذف هذا الصديق راح أدخل بالأعلى وأدخل على 3 نقاط راح يأخذني إلى هذه الصفحة. أدخل على إدارة الصداقة راح يظهر عندي هذه الخيارات: إبلاغ، حظر، وإزالة صديق. أعمل إزالة صديق. هل تريد استمرار إزالة صديق؟ فتكبس على إزالة. والآن هذا الحساب صار مو صديق لك. قبل ما ننهي الفيديو فقط حبيت أشير، إذا ظهرت علامة الإكس وحبيت أن تحذف هذا الشخص فراح تكبس على إكس، راح هنا تعمل مسح المحادثة، راح يظهر عندك. إذا حذفت عملت مسح المحادثة بينك وبينه الرسائل راح تبقى موجودة، وإذا حضرت أي شخص للأسف الرسائل أيضا تبقى موجودة. خلوها ببالكم أنه الحظر مو معناتها الرسائل تروح. تحياتي ومع ألف سلامة.